معرفة المزيد من التطورات مع مدينة أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا مفدنا عبد الرحيم الفارسي، من العاصمة الأوكرانية كييف مفدنا سمير عمر، ومن العاصمة الروسية موسكو مفدنا عمر عبد الحميد. سأذهب إلى قلب الأحداث هناك في أوديسا مع عبد الرحيم الفارسي. عبد الرحيم، تطورات عديدة، ضربات من الجيش الروسي على القوات الأوكرانية خصوصا في أوديسا في سفينة ومواقع أخرى، لو تخبرنا عن هذه التطورات عبد الرحيم. نعم ماجد، قبل 7 دقائق من الآن اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخا فوقنا فقط في هذه المنطقة، سمع دويه بقوة وكان مدويا في أرجاء المدينة. أيضا سمعنا صاروخا آخر في المدينة، لا نعرف هل هو سقط هنا أم أنه سقط في البحر الذي لا يبعد عنا سوى ببضع مئات من الأمتار، ولكن يبدو أن هذه المنطقة من البحر الأسود أصبحت الآن بؤرة للصراع ما بين الروس والأوكرانيين ومن يقفون خلفهم. السفن الروسية تحاول الآن أن تهاجم المدينة بالصواريخ من عدة مناطق، يبدو أن الخطة العسكرية للروس تتجه إلى التضييق أكثر على هذه المنطقة بعدما استطاعت تقريبا حسم الأمر في مدينة ماريوبول الساحلية. صفارة الإنذار دوت قبل قليل في أرجاء هذه المنطقة وربما حتى في جنوب غربي أوكرانيا عموما، حالة من التوتر والخوف والشديد لدى السكان، ويبدو أن القوات الروسية عازمة على تكثيف ضرباتها بعدما حققت أمس أو أطلقت 6 صواريخ، وبعدما سمعنا في منتصف الليل انفجارا قويا باتجاه البحر قد يكون استهداف إحدى قطع البحرية الأوكرانية. على العموم ربما بعد 9 مايو الأنظار ستتجه بعد الحسم في ماريوبول إلى هذه المنطقة من جنوب غربي أوكرانيا لتصبح هي البؤرة المتوترة الأكبر في الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا. شكرا لك من أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا مفدنا عبد الرحيم فارس، شكرا جزيلا لك. سأكمل بالطبع هذه التغطية مع شبكة مراسلينا كييف مع مفدنا سمير عمر. سمير، لو تطلعنا على آخر تطورات ربما يقوله الجانب الأوكراني في هذا التوقيت. يعني بالتأكيد ماجد، لكل رواية ولكل حدث أكثر من رواية، هناك رواية روسية دائما وهناك رواية أوكرانية، لكن على الأقل في تطورات الأخيرة في الساعة الأخيرة التقت رئيسة البوندستاج الألمانية برئيس الوزراء الأوكراني في تطور مهم يعقب فترة فتور بين العلاقات الأوكرانية والألمانية. التقت رئيسة البوندستاج برئيس الوزراء الأوكراني، ومن المقرر أن تلتقي الرئيس زيلينسكي في الذكرى يوم الاحتفال بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو أيضا توقيت عظيم الدلالة في زيارة ألمانية رفيعة المستوى إلى أوكرانيا. على جدول أعمال هذه الزيارة كيف يمكن استمرار الدعم الألماني للموقف الأوكراني في مواجهة الحرب الروسية. إضافة إلى ذلك وبالتزامن مع ذلك أيضا هناك في ألمانيا مشهد معاكس لهذا الأمر، إذ وقع نحو 250 من كبار المثقفين الألمان طلبا ليطالبون فيه الحكومة الألمانية بوقف تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة حتى لا تتسع دائرة الحرب. يعني هناك صحيح دعم واضح من الجانب الألماني لأوكرانيا، ولكن الموقف الأخير من الرئيس زيلينسكي عندما رفض استقبال الرئيس الألماني في كييف انعكس على أداء دوائر مهمة في ألمانيا رفضا لاستمرار المساعدة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا. على الأحوال في هذا اليوم 8 مايو وقبل يوم واحد من احتفال روسيا بيوم النصر على النازية، تعيش كييف وتعيش عموم الأراضي الأوكرانية حالة ترقب حذر مشوب بكثير من القلق من أن تتحول الساعات المقبلة إلى هجمات وتشهد هجمات جديدة من الجانب الروسي في بالتزامن مع الاحتفال بذكرى يوم النصر. هذا الأمر أدى إلى زيادة رفع درجات التأهب داخل عموم أوكرانيا، وأيضا أطلقت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا منذ ساعات الصباح الباكر. آخر مرة سمعنا هنا في كييف، وبالمناسبة المبدأ الذي خلفنا يبدو هو وزيرة الخارجية، آخر مرة سمعنا فيها صفارات الإنذار كانت قبل نحو 1.5 ساعة، وسألنا المسؤولون عن الأمن هنا فقالوا إنها صفارات إنذار للتأهب والاستعداد، ولا يجب أن تؤخذ باعتبارها
دليل على وقوع هجوم على العاصمة، لكنها استمرار خلال اليومين القادمين أيضا ستشهد مزيد من سفرات الإنذار حتى يكون الجميع في حالة تأهب. الجانب الثالث هو ما يتعلق باستمرار مطالبة الأوكرانيين لدول العالم بدعمهم في هذه الحرب المستمرة ل76 يوما خلفنا تبدو في هذه الأكياس الرمال التي تحتشد أمام وزارة الخارجية وهذا المبنى الكنسي الكبير لعبارات تطلب مساعدة العالم، وهي عبارات سنجدها في كثير من شوارع كييف وفي كثير من شوارع المدن الأوكرانية، لأن الأوكرانيين يرون أنهم يحاربون نيابة عن دول أوروبا ويطالبون الدول الأوروبية والغربية بمزيد من الدعم سواء على الجانب العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. طيب سمير، دعنا نذهب أيضا إلى عمر عبد الحميد من موسكو. عمر، استعدادات يوم غد هو يوم النصر على النازية في روسيا، لكن أيضا هناك تصريحات من وزارة الدفاع الروسية حول استهداف سفن ومقرات أو طائرات حتى في أوديسا، هل هناك أنباء حول ذلك عمر؟ نعم بالفعل ماجد، يعني من خلال قراءة المشهد الميداني خلال الأيام القليلة الماضية نجد أن أوديسا ربما هي الهدف البارز الآن في العمليات العسكرية الروسية، استهداف بالصواريخ واستهداف أيضا لقطعة بحرية أوكرانية في البحر الأسود، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف إحدى السفن الحربية الهامة حسب وصفه في البحر الأسود، أيضا إسقاط مقاتلتين من طراز سخوي، إسقاط مقاتلة هليكوبتر من طراز ام اي قرب جزيرة الثعبان او نيزينا كما يقال باللغة الروسية، وكذلك استهداف لأكثر من مستودع للذخيرة خلال الساعات القليلة الماضية أو ساعات الليل بالأحرى. العملية العسكرية تسير وفق المخطط لها، هذه العبارة دائما ما نسمعها من المسؤولين الروس سواء كانوا مسؤولين عسكريين مثلا وزير الدفاع سيرجي شيغو أو حتى مسؤولين سياسيين مثل رئيس البرلمان وزير الخارجية وغيرهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية. ليس هناك أي استعداد على الأقل من خلال البيانات الرسمية بأن يعلن بوتين غدا شيئا خارقا للعادة أو ربما شيئا غير منتظر أو غير متوقع، هكذا يقول المسؤولين الروس، لكن طبعا يعني كما يقول الجميع في انتظار هذه الكلمة التي سيلقيها غدا الرئيس بوتين في الساحة الحمراء في أثناء احتفال الروس بعيد النصر 77. هناك نقطة ربما يجدر الإشارة إليها يعني ماجد، عادة في هذا اليوم تدعو موسكو العديد من زعماء العالم لحضور هذا الاحتفال والاستعراض العسكري الكبير. هناك أسئلة، من سيحضر غدا من قادة العالم ومن المسؤولين الأجانب إلى الساحة الحمراء ويجلس بجوار بوتين؟ لأن حضور سين أو صاد من الزعماء ربما يكون له مغزى أكبر في تفسير مواقف دولة هذا الزعيم أو ذاك من الحرب في أوكرانيا ومن العملية العسكرية في أوكرانيا. لكن عموما الاستعدادات تمت وكانت هناك البروفة الأساسية والنهائية بالأمس التي شاركت فيها كل القطع العسكرية والجنود والضباط والطائرات والمقاتلات التي ستنتشر غدا وستحلق في سماء العاصمة موسكو، وطبعا الجميع في ترقب ماذا سيقوله زعيم الكرملين غدا ماجد. طيب أشكرك عمر عبد الحميد موسكو مفدنا من موسكو وسمير عمر من كييف، شكرا جزيلا لكم.